ما تلاحظوا إن القوات الأمريكية أعادت انتشارها مجددا في العراق وفي اليمن في حضرموت والمهرة. في العراق قبل أيام جحافل للجيش الأمريكي تدخل وتعبر أمام عيون الحشد الشعبي وأذناب إيران الذي صدعوا رؤوسنا بأن أمريكا هي الشيطان الأكبر. وإذا بأمريكا تمر بجحافلها وأعلامها ولا يتجرأ واحد من هؤلاء الحثالات أن يلقي عليهم حتى بورود. ناهيكم عن يعني رصاص أو أي عمل عدواني. هذولا الذي يدعو بأنهم ضد أمريكا طوال الأعوام والعقود الماضية وقتلوا ملايين العرب والمسلمين باسم إنهم يحاربوا أمريكا وإسرائيل وإنهم محور المقاومة. أي والله قتلوا ملايين العرب والمسلمين السنة في الوطن العربي. عندكم الحوثي مثلا ينبح زي ماء الكلب المسعور بشعار الصرخة، ومن لا ينبح معه يقول هذا مؤمن منافق، هذا مرغبل، هذا ما هو الشفاف، ما يشي يعلن البراء من أمريكا. قتلوا ما يقارب نص مليون يمني، فجروا البيوت والمساجد، نهبوا الرواتب، أكلوا الأخضر واليابس، دمروا اليمن، خلوا الذي يسوى والذي ما يسوى يتدخل في اليمن ويعبث بها بكل غرور وعن جهية ووقاحة، كله باسم محور المقاومة، مواجهة أمريكا ومدري إيش آخرتها. أمريكا في المهرة في حضرموت لا يتجرأ عبد الملك الحوثي ولا عصابته هؤلاء الحثالات الأوباش، لا يتجرأوا يطلقوا حتى بطائرة ورقية لعبة إلى حضرموت حيث وجود القوات الأمريكية، لا يتجرأوا، مع أنهم تجرأوا فيما سبق في الماضي، تجرأوا بضرب الموانئ هناك في حضرموت ميناء الضبة، ضربوا بمسيرات وطلعوا ببيانات عسكرية ويحيى سريع ومدري إيش. أما على الأمريكان لا، هذا علشان أبين لكم فقط إن الشيعة أحذية للأمريكان وإنهم الدين المناسب لنحر أمة الإسلام والمسلمين وإشعال الفتن بأوساطهم، هذا هو الدين المناسب للأمريكان والغرب وحتى لإسرائيل. والله إنهم سمن على عسل. ربما يقع بين الإيرانيين والأمريكيين خلاف، يعني اعتبروا إنه خلاف زوجي بين زوج وزوجته، طبيعي أمريكا الزوج وإيران الزوجة، طبيعي يمكن يختلفوا بلحظة من اللحظات، لكن والله إنهم على وفاق من أجل قتل أمة الإسلام والمسلمين وفت عضدهم ونخرهم كما ينخر السرطان جسد بني آدم ويصدعوا رؤوسنا بالعداء لأمريكا. طيب ماذا هم بعقر دار إيران في العراق؟ العراق هي تحت سيطرة إيرانية أصلا، تحت سيادة إيرانية أصلا، دخلوا الأمريكيين على طول ولا هم آسفين بأكبر كبير. وقائد الحرس الثوري الإيراني قبل دخول الأمريكان وهو موجود في كربلاء على أساس أنه يمارس طقوس دينية والحقيقة غير ذلك، التقى بقادة الفصائل والميليشيات لأن في منهم مندفعين ربما يقوموا بأي حماقة ضد الأمريكان وهم داخلين على العراق بما يقارب 18,000 جندي. أفغانستان كان فيها 17,000 جندي فقط، أعادوا الدخول إلى العراق ب 18,000 جندي، تخيلوا، وانتشروا داخل مناطق بالعراق بالحدود السورية العراقية تحديدا، تخيلوا. قائد الحرس الثوري الإيراني في كربلاء كان قبل ما توصل القوات الأمريكية بأيام موجود في كربلاء بيقول لقادة الفصائل والميليشيات الشيعية الرافضية اللي قتلت أهل العراق والسنة باسم العداء لإسرائيل وأمريكا كما يعملوا الحوثيين، حذرهم. قائد الحرس الثوري قال لهم انتبهوا، خففوا اللعب وأوبهوا، الأمريكان بايمشوا، لا تعملوا لنا مشاكل، بايمحوا وجودكم وبايعتدوا علينا في إيران، انتبهوا. ومن هذا القبيل قائد الحرس الثوري الإيراني راح للعراق على أساس يحذر العصابات اللي تمولهم يعني بلاده انهم انتبهوا، الأمريكان بايمشوا، تا
تنسحبوا أنتم من حتى من طريقهم. إي والله كثير من الحشد الشعبي هربوا زي ماء الجرذان فقط علشان الأمريكان يمشوا وما يقع أي حساسية أو يعني احتكاك. ومشت القوات الأمريكية بأعلامها ما يتجرأ أكبر كبير، الخميني نفسه ولا مقتدى الصدر ولا السيستاني، المرجعيات العليا بالعراق، هذول الذي قادهم آلهة عند الشيعة بالعراق وأنبياء يعتبروا بالنسبة لهم يعني وآلهة، ما يقدر أكبر كبير منهم هذولا إنه يمس عزكم الله شسع نعل أو بيادة جندي أمريكي. أنا أتحداهم حتى لو يجي مقتدى الصدر يقول أنا أريد ألعق بيادتك يا الأمريكي، ها بيقولوا له روح يلعن والدك، والله لا يبعثوا أبوه زي الكلب. هو رجال فقط على المدنيين على الأبرياء أهل السنة. كذلك الحوثي، كم يا ضربات صاروخية ويتبختر إنه ضرب إلى أرامكو، ضرب إلى السعودية، ضرب إلى الرياض، ضرب إلى الإمارات، وأبو ظبي ضرب خزانات أبنك داخل الإمارات. ليش ما تجرأ طيب على الخبرة اللي صدع رؤوسنا وهو بيصرخ أن الموز لهم، الموز الأمريكا، الموز الإسرائيل، الموز بناناز، أيوة قتل يعني مئات الآلاف من اليمنيين باسم شعار الصرخة هذا. أمان أنهم زي ماء الكلاب المسعورة ينبحوا بهذا الشعار، سواء داخل المرافق الحكومية، داخل المساجد، بكل اجتماع وبكل مناسبة، وكأنهم بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. سهم لكم لما تدخل الحمام، لما تكون حوثي، بدل ما تدخل الحمام وبدل ما تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تدي شعار الصرخة، الله أكبر الموز لأمريكا، البناناز لإسرائيل، الموز لإسرائيل، وهكذا. تخرج من الحمام الموز لأمريكا، تنزل راكب قوي داخل الحمام جاسر يعني تعنجر ثلاث، تقوم تدي شعار الصرخة وانت فوق النقرة. هذول هم الحوثة ورب الكعبة يا جماعة، والله ما عاد باقي الحوثي المتزوج ما يعارب إلا بعدما يقول الصرخة هو مرته، وبعدين يقع شيطان. بعدما يكملوا خلاص قادهم ينهسوا يد الصرخة، واه قادهم تاهم الموز الأمريكا، الموز الإسرائيل، شغلونا بالشعار هذا، قادوا من أدبياتهم ودينهم، أصبح دين أهم من الصلاة على النبي. أقسم لكم بالله رسخوا ترسيخ ولا صلاة. عندي الآن أقاربي وأطفال من أبنائنا يعني في البلاد، أطفال عاد عمرهم من سنتين من ثلاث، وقادهم يصرخوا من كثر ما هم يسمعوا كلاب الحوثي يصرخوا زي ما الكلاب المسعورة ينبحوا. قادوا يقول لا وأكبر مدنيتا أنت تلاقيل، عاد صغير وقادوا يصرخ من كثر ما هو بيسمعها تردد بكل زوة وبكل شارع وبكل حارة. ولما أجت أمريكا للمهرة وإلى حضر موت وتصوروا بكل بجاحة ما هم ضارب إلا أبو أكبر كبير أي كرت، عبد الملك الحوثي طلي الجزمة حقه بسلح وخر ودخلها داخل حلقه، سد حلقه بجزمة ملطخة بسلح مطلية بسلح زي ما الأيس كريم المطلي بالشوكولاتة، ودخل أبواب حلقه. هذا الذي يعني جننا بشعار الصرخة، لو ما أجوا عملنا السوء الدوع ولا له دخل. هو دار إنهم دا يركبوا أبوه، ما جرأ أبوه، هذه أمريكا ما هش تعز عبد سيف رزاز يقوم الجملة بقذيفة ولا طفل يقوم صوب نقاط التماس وهو ماشي آمن بأمان الله، ما هش مأرب، أيوة ما هيش ميناء الضبة ولا مطار عدن ولا أرامكو في السعودية ولا أراضي الإمارات، لا هذه أمريكا. أنا أذكر لما أمريكا قتل قاسم سليماني دعس أبوه زي ما الكتنة قتلته، قاموا الإيرانيين يهددوا والله لا نعمل ولا نصنع، طلع ترامب رد عليهم قال لهم اقسم بالله لو أمريكي واحد يمس بسوء والله قال ما يبقى هناك شيء اسمه إيران.
ما بيبقى شيء اسمه إيران. لا أمسح والديكم من الخريطة. وهي كلها مسرحية على أساس أنهم هددوا، وما أعتقدش أنهم بيهددوا. أو ربما الأمريكان وقتها ترامب أراد يكسب الرأي العام، كان الانتخابات مقربة، فقرر أنه يعود قاسم سليماني فعلا عبد عس أبوه زيماء الكثنة، ما هو قتله علشان يقول قتلنا إرهابي زي ما جورج بوش من قبل مدري أوباما أعلن قتلنا بن لادن يلمع نفسه. وهكذا الأمريكان يتعاملوا مع شيعة الشوارع هذولا، مع الإيرانيين والشيعة الذي هم عبارة عن طراطير وواقيات مع الأمريكان، هكذا يستخدموهم واقيات متى ما أرد أن يتخلص من واحد ولا يلمع نفسه علشان يحصل أموال من السعودية ولا من الخليج. قام قرح له رأس كبير من الشيعة هذولا الإيرانيين. قتل قاسم سليماني ورب الكعبة ما مسوا جزمة واحد أمريكي. هؤلاء حتالات المجرة، هؤلاء أولاد الذي قتلوا ملايين العرب باسم العدالة. أمريكا قالوا الشيطان الأكبر، الشيطان الأكبر. فقع أكبر قائد لهم قاسم سليماني بعد الرد بصواريخ إلى جنب قاعدة أمريكية. أخطروا الأمريكان أنه غادروا من القاعدة وفي ملاجئ داخلها، لأنه إحنا بنضرب الإيرانيين، ينسقوا مع الأمريكان بالعراق إنهم بيضربوا إلى عند القاعدة، وما يريدوا أحد يتضرر من الأمريكان علشان يبرروا للعالم العربي والأتباع إنه فعلا إحنا ضد أمريكا الشيطان الأكبر، لازم رد فعل. رد الفعل ما هو؟ صواريخ جنب القاعدة الأمريكية، معسكر أمريكي بالعراق. والله والله ما خدش حتى بلوكة، يمكن بلوكة من المعسكر. إيش الحصيلة؟ لا شيء. وترامب كلامه واضح، قال انتدوا تركبوا رؤوسكم من أجل يعني تحاولوا تلمعوا انفسكم امام العرب والمسلمين الذي بتقتلوهم باسم العداء لنا. انتبهوا، يعني تمسوا امريكي ولا مربط بياده حق امريكي، لا نزني بالخميني نفسه. ايوه، شكرا للقوات الامريكيه، شكرا للجيش الامريكي ووزاره الدفاع الامريكيه الذي تواجدوا في حضرموت وانتشروا وعملوا صور، وادعوكم الى التقاط المزيد من الصور حتى يعرف الشعب اليمني الذي بعضهم يعني مش كل الشعب الذي مخدوع بعبد الملك الحوثي، إن أمريكا تفتجع منه وتختضل وتسلح، حتى يعرفوا أولئك الناس بأن عبد الملك واحد بن واحد يقتل المسلمين والسنة بإتعاز ومأرب، ويضرب المصالح الاقتصادية لليمنيين داخل البلد باسم العداء لأمريكا، وهو كذاب. مزيدا من الصور، التقطوا لكم صور وأنتم تجوبوا الشوارع علشان نعلم أتباع الحوثي بأن سيدهم واحد زنوة معتق وقد طرح جزمة مليانة سلح بحلقه الزنوة ابن، لأنه لا يجرؤ هذا الأمريكي، إيه بيجفف نسله، ما يجرؤ، بيدعسوا أبوه، ما عاد باجس يحيي مولد نبوي إذا أقدم على هذه الحماقة، لأنه بتكون حماقة فعلا، بيدعسوها الأمريكان إذا فكر أنه يستعرض أمام أتباعه أنه ضرب. حتى لو ضرب، ضربته لن يتضرر منها أحد، هذا أنا أكلمكم من الآن. حتى مربط بيادة حق أمريكي يمكن يضرب من أجل يعمل له بهارات أمام أتباعه، لا، ويعمل لها ضجة وهيلمان إعلامي، والحقيقة أنها أكذوبة زي أكذوبة ما بعد مقتل سليمان اللي حكيتها لكم الآن. أتحدى أبوه ما عاد بيحصل فرصة إنه يحيي مولد نبوي، يحيي يوم الولاية، يوم الصرخة، يوم الضرطة، أيوة، ولا بيحصل فرصة يطلع يسب يزيد ومعاوية وبني أمية، أيوة، ما عاد بيحصل فرصة إنه حتى أتباعه يسب الصحابة ولا يقللوا من شأنهم، أو يقول عبد الملك الصحابة المنتجبين، منتجبين له مقصد الزنوة، ايوه، لان عندهم بقيه الصحابه كفار، ما عاد بيحصل فرصه انه يكون يطلع يلقي خطاب بالمسيره والشاشه مقسمه 20 او 30 مربع وهو يلوح للجماهير، بالمناسبه الطائفي اللي طول السنه ينفق بها عشرات المليارات يعني من قوت الشعب اليمني ورواتبهم، ما عاد بيحصل فرصه يكون يطلع يقول جزاكم الله خيرا، حضوركم مشرف، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. ايري الزنوة ابن متخبي زي ماء المكلف،
يحشد الناس للشوارع يتفرجوه على شاشة. رجل عم قادك زيماء المكلف، والله انما يا ان اسمها يا خليفة اشرف منك ومن اللي خلفوك. عادة تخرج تعترب، ما انت يا معروب الرجولة متخبي زيماء المكلف قد وجهك ولا لبن زبادي من كثر البياض والربربة. في عليك يا سامج، قتلت نص الشعب اليمني. انتبه، تفكر انك تعتدي على الامريكان، لانه ما عاد بتحصل الفرصة هذه ولا بتحصل وقت تطلع تعمل خطابة. ما انا لا يعطيكم مخدي اقل من ليلة، لا يستأصلوا شأفتك. انتبه، خليك ذيب. ضرب لك عبد سيف رزاز بتعز، عبد حمود هزبر بتعز. انا التسرحة، ما التسبارة، ما التقولة، انا التسرحة وصبا البطاقة بالطاقة، البطاقة دق الطاقة. شو حذر؟ أيوة روح ضرب بعض ولا مساكين الله، اصحاب مأرب يا حي حي الله من جانا وما. أيوة روح ضرب لك مكاري وعنان، أيوة ومبخوت وابن العرادة آل جهيمان. أيوة ضرب لك قذائف على القبائل، على مدينة مأرب، روع الساكنين والمدنيين، على محطات البترول، على ضرب. أيوة هذه مرجلتك أنت، على ميناء الضبة، على ميناء التصدير بحضرموت بشبوة. أيوة هذا عملك أنت يا حثالة المجرة. ما شاء الله شجاع، شاربك معصور ساع شارب أبو جودة بمسلسل باب الحارة، ما يحتاج مفتول شنبك على الداخل اليمني. نعم أنت ما عدت تضرب حتى للسعودية ولا الإمارات يا حثالة المجرة، لأن الإيرانيين قالوا لك كفى لعب حربك على الداخل. أتحداك وعلى يا عبد الملك أنت وأذنابك، بعد سنة سنتين ثلاث وبدون رواتب، بدون صرف رواتب، أنا أتحدى الحوثيين يكون لهم أي رد فعل ضد السعودية والإمارات، لأنه خلاص الإيراني صد هو السعودي، انتهى الكلام. ما عد في لكم اي اعتداء يمكن تقوموا به باتجاه الاراضي السعودية والاماراتية، مع انهم موجودين وبيظلوا يعني وصيين ومحتلين لمناطق الجنوب وثروات البلد ومطاراته، بيظلوا جاثمين، والحوثي ولا بيقدر يعمل شيء. تذكروا كلامي هذا، بيظل يخدركم، نهدد بنصعد بنعمل. وكم قد هددوا منذ تأسيس المجلس الرئاسي؟ قد هددوا اكثر من مليون مرة، أكثر من مليون مرة، وما هم فاعلين شيء. وأنا أتحداهم بالشلوت بالحدى حقي، هذول الجبناء، هذول الحثالات، هذول الذين أقدر من رجل الكلب، وجد السعودية ضالة فيهم. هذول قال بينكبوا الشعب اليمني، بيظنكوا أبوه ولا يرضوا يتحدوا معه، عقائده دخيلة ولغجة. هذا تمام حلو، مبررنا وذريعتنا ما زال إلا مدعية حوثة، وأنتم القحبة حقنا الذي جلبتم كل فاسق وكل شاب يجي تعدي على أرضنا وعلى ثرواتنا وخيراتنا. الله أكبر الله أكبر. أذن أذن أذن. تحياتي لكم، الذي ما ضغط لايك للفيديو يضغط لايك ويشترك بالقناة حتى يصلوا كل جديد من صوت الحقيقة في زمن النفاق والتدليس، الذي هو أنا طبعا عبد الله غالب المطحني، محسوبكم عبد الله غالب المطحني. تحياتي.